في مقهى بساحة التحرير في العرائش كان عبد الملك الشعار وجها مألوفا الخمسيني يعمل سائق شاحنة للوزن الثقيل في ملك شركة لمواد البناء. مرتين كل أسبوع يقوم برحلة من العرائش إلى الناظور من حيث يحمل شاحنته بالحديد الذي يستخدم في البناء، غالبا ما يكون وحيدا على الطريق. في أواخر سبعينيات القرن الماضي كانت الرحلة تستغرق أكثر من 20 ساعة، لم تكن الطريق السيار قد مدت بعد. الشاحنة الحمراء التي يقودها عبد المالك يزيد عمرها على 25 عاما، ربع قرن، ومع ذلك فإنه حين يلتقي زملاء له في الحرفة لا يفتأ يباهيهم بها وبمنجزاتها، لفرط ما سمعوه يمتدح محركها ومتانتها كانوا ينفجرون ضحكا كلما نهض إلى دورة المياه. قبل أشهر أقلع عن التدخين وعوض السجائر بالصعود، ولأنه كان مبتدئا كثيرا ما كان الذين لهم باع في حشو أنوفهم بالطابة لا يستأذنونه في استعمال جوزته، تلك القارورة ذات اللون الفضي التي يشبه شكلها حبة الحامض، بل إنهم كانوا لا يوجهون إليه حديثا قبل أن يخطوا على ظاهر يدهم سطرا من الطابة ويمرروا عليه أنوفهم مستنشقين، ثم يحملقون فيه بعيونهم الدامعة. منهم من يعطس تتويجا للعملية، وكثيرون هم الذين يتعمدون ذم نوعية الصعوط ولا يتوانون في نعتها بالرداءة، وهم يمسحون أنوفهم بمناديل مزركشة يغلب عليها الأحمر. يبدو ذلك السلوك في صميم تلك العلاقة التي تغلب عليها البساطة والتي تربط بين أبناء الحرفة الواحدة. من يعرف عبد المالك منذ أكثر من 10 أعوام سيذكر حتما رجلا أكثر انفعالا، كان مزاجه ذاك ينسجم تمام الانسجام مع هيئته، شعره الكثيف وبنيته الجسمية القوية. الآن وحدها ملامحه تذكر بصورته البعيدة تلك. تزوج عبد المالك تلك التي أحبها وأنجبت له 3 أبناء وبنتين، كان حريصا على تعليمهم، لا يريد لأي من أبنائه أن يصبح سائقا مثله، كان يجاهر بذلك. في رحلاته إلى الناظور، وكان عادة ما ينطلق بعد العشاء، يكون توقفه الأول في سوق الأربعاء حيث يتناول بعض الشواء مع براد شاي. عادة حين يتجاوز فاس يكون الوقت فجرا. بالنسبة لعبد المالك صارت المحطات التي يمر بها وتلك التي يتوقف بها روتينا، من حين لآخر حين يصادف شخصا يستوقفه يحمله معه في مقصورة الشاحنة إذا ما أوحت إليه هيئته بأنه لن يؤذيه. إذا كان 2 لا يحملهما، كان يظن أنه سيكون أقدر على التحكم في الوضع إذا كان خصمه واحدا. في المقصورة تحت فراش الأرضية في مكان لا يعلمه إلا هو، سكين كبيرة وهراوة في خشبها قسوة لا تخطئها عين فاحصة. كان محرك شاحنته يصدر هديرا يملأ المقصورة، لم يكن يزعجه ولا يحول دون سماعه الأشرطة التي توجد منها في القمطر أعداد وفيرة، أشرطة للمقرئ عبد الباسط عبد الصمد، وأخرى لأم كلثوم وعبد الحليم، وثالثة للحسين سلاوي والحجة الحمدوية، يكاد يحفظ عن ظهر قلب ما في تلك الأشرطة. كذلك كانت تمضي رحلات عبد المالك من العرائش إلى الناظور، إنها تتشابه. في المحطات التي يتوقف بها والتي لا يغيرها وجوه ألفها وألفتها، أسماء أشخاص تقترن في ذاكرته بأماكن وبأطعمة وبمدى إتقان إعداد الشاي. كانت أصعب الرحلات تلك التي يقوم بها في فصل الشتاء، حيث تكون الأجواء ماطرة وحين تغلق الطرق في جبال الريف لما تنزل الثلوج بكثافة. الأيام التي كان يمضيها مع أسرته كل أسبوع كانت بالكاد تكفي لتفقد أحوال الأبناء وتعهد ذاك الحب الذي يكنه لزوجته. كانت أسرته تتحمل متاعب مهنته لأنها كانت توفر له دخلا، عرفت خديجة زوجته كيف تدبره وتوفر ما مكن الأسرة من شراء قطعة أرض وبناء منزل. لم يكن عبد المالك يغفل اللقاء بأصدقائه في مقهى ساحة التحرير.
في شتاء العام 78-900 في ليلة غزيرة الأمطار في حدود منتصف الليل، كان قد تجاوز سيدي قاسم في اتجاه فاس منذ نحو ساعة. ماسحة الواجهة الزجاجية تكادان لا تفيان بالغرض. كان وحيدا في المقصورة والطريق خالية، منذ فترة لم يصادف سيارة ولا شاحنة. ثم فجأة على جانب الطريق ظهر له رجل يلوح، كان قريبا منه. تجاوزه، سمع صوت شيء ما اصطدم بالجزء الخلفي من المقطورة. حسب أن ذاك الذي كان يستوقفه رمى الشاحنة بحجر، لم يتوقف. فقد حكى له بعض السواق أنهم تعرضوا في بعض رحلاتهم للرشق بالحجارة. وصل عبد المالك طريقه إلى الناظور. بعد تلك الرحلة توالت رحلاته، ولكنه منذ تلك الليلة كان كلما تجاوز سيدي قاسم أو اقترب منها لما يكون قافلا من الناظور ينتابه شعور غريب فيه حزن، كثير من الحزن، هو إحساس لا يجد له وصفا ولا اسما. مرت 10 سنوات أو نحو 10 سنوات، وأثناء إحدى رحلاته، سوف يظل تاريخها موشوما في ذاكرته، بينما كان يسوق شاحنته بمحاذاة القصر الكبير استوقفه رجل غير بعيد عن حاجز للدرك الملكي. كانت ليلة مقمرة. توقف، طلب منه الرجل إن كان يستطيع حمله إلى مكناس. رحب به عبد المالك. في المقصورة شريط لفرقة جيل جلالة يغالب ضجيج المحرك. بدا أن الأغنية راقت الرجل. توقف كما تعود على ذلك في سوق الأربعاء. لم تختلف الوجبة عن سابقاتها، لحم خروف مشوي وخبز وشاي. أدرك صاحب المطعم منذ فترة طويلة أن عبد المالك لا يحب صلصة الطماطم، ولذلك غابت عن المائدة. لما تناول عشاءهما نهض الرجل الذي أركبه عبد المالك قرب القصر الكبير، أراد أن يدفع الثمن، ولكن عبد المالك أقسم بأغلظ الأيمان أنه هو الذي سيدفع. لم يبالغ الرجل في الإلحاح. قال لعبد المالك إنه موظف في مكناس، ولما سأله عن وظيفته قال له إنه يشتغل في عمالة مكناس. كان الرد كافيا ليحس عبد المالك بأنه برفقة آمنة. أخرج من جيبه جوزة الطابة وخط على ظاهر كفه الأيسر خطا مستقيما، ثم استنشق الطابة على دفعتين. أدمعت عيناه ورسمت ملامحه ما يعني أنه يتحمل متعته تلك تحملا. خلال الطريق من سوق الأربعاء وحتى سيدي قاسم تبادل الحديث وأنس أحدهما إلى الآخر. تحدث عبد المالك عن أولاده، تحدث عنهم بافتخار إذ كانوا يتابعون دراستهم بنجاح، وسمع أشرطة بإيقاعات مختلفة. لم يكن عبد المالك يخفي استمتاعه برفقته. ولما تجاوز سيدي قاسم أصر إلى الذي معه في المقصورة بأنه كلما وصل إلى هذه المنطقة يحس بانقباض في القلب، ويعتريه حزن وإحساس غريب لا يجد له وصفا دقيقا. سأله الرجل عن السبب. بدا وكأنه كان يتوقع أن يسأل، ثم استرسل في الحديث. قال: قبل سنوات، ربما 10 سنوات، كنت متوجها إلى الناظور بشاحنتي هذه، ولما وصلت إلى هنا وكان الجو ماطرا فاجأني رجل يلوح على جانب الطريق. كان قريبا جدا، تجاوزته وسمعت كأن شيئا ارتطم بمؤخرة مقطورة. حسبت أنه ألقى على الشاحنة بحجر. لم أتوقف، وحتى اليوم لست أدري ماذا حدث بالضبط، إلا أنني أجد في نفسي حزنا كلما وصلت هذه النقطة. كان الراكب معه يصغي إليه باهتمام، لم يعقب ولم يعلق. ولما بلغ مشارف مكناس وقع على حاجز للدرك. إذ ذاك طلب منه الرجل أن يتوقف. أبلغه بأنه يعمل في الدرك، وأن قصته أثارت لديه ذكرى حادثة سير غامضة كان مكلفا بالتحقيق فيها لما كان يعمل في سيدي قاسم. ذهل عبد المالك. نزل الرجل وقدم نفسه للدورية التي كانت هناك وطلب توقيف سائق الشاحن. علم عبد المالك بعد يومين أمضاهما معتقلا أن ما سمعه تلك الليلة، ليلة 7 يناير من العام 78-900، لم يكن صوت حجر. ليلتها
دهس ذاك الذي كان يلوح له على جانب الطريق. كان رجلا من قرية مجاورة خلف وراءه 8 أطفال وامرأة. قناة تمو دابي.